نهائي النهائي. بغض النظر عن 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 فتره الصيف يا ست اللواء، يعني في الطبيعي اهالي اسكندريه في المحاور اللي بتحصل دي هيلاقوا سهوله في التحرك، هيلاقوا شفنا امبارح المشروع الخاص بالاسكان، الحقيقه شيء رائع جدا، العمارات الموجوده وعلى وشك الانتهاء. هل هنلاقي مدن جديده او مش مدن، نلاقي تجمعات سكنيه جديده بتتبني عشان اللي عايز يعيش في اسكندريه، اللي عايز يسكن في اسكندريه ما يبقاش فيه ضغط وما يبقاش فيه ارتفاعات زي ما بيحصل؟ صدقني يا فندم، يعني كان فخامه الرئيس قال حاجه ان كل مواطن في اسكندريه محتاج شقه، في مصر محتاج شقه، هيلاقي كم الهائل للابراج اللي بتتبني تحت اشراف الدوله وباشراف ومتابعه الهيئه الهندسيه بالكامل في المشاريع الضخمه اللي بتتعمل ولكل المستويات، بدءا من بشاير الخير لغايه اعلى مستوى. بشاير الخير حاجه رائعه، نص اسكندريه عاوز يتمنى يسكن في مساكن بشاير الخير اللي امر بها فخامه الرئيس وبنتها الهيئه الهندسيه. المشاريع الجديده، طواري، مشارف، بروج، كل المشروعات، الجنات، كل المشاريع دي كلها شغالين فيها في وقت واحد وفي ان واحد. شفنا الحقيقه صور الامارات بتاعت مشارف، شيء رائع، يعني السيد الرئيس امبارح كان تفقدها برضو، شيء الحقيقه جميل يعني.